ضغط نصراوي كبير، أسفر عن العودة، روح نصراوية عالية، روح نصراوية عالية. وكريستيانو أمام فرصة، كريستيانو يتقدم، يحاول، ما زالت متاحة لكريستيانو، يمرر لبروزو، وبروزو بروزو 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 خلص النصر، خلص النصر في دقائق، خلصها في دقائق، خلصها في دقائق. صحيح كان في ضغط كبير، عذب الجمهور، عذب العشاق، خلصها في دقائق. نيكوليتش، أنت أمام النصر العالمي، أنت أمام بروزو وتاليسكا ورونالدو وأماني، وهدف نصراوي رابع. شوف كريستيانو خلق الفرصة، عمل كنترول، مرر، وبروزو بروزو حط الكرة، حطها بذكاء وبمهارة وبالعقل، حطها على يسار ماجد ناصر، خلص المباراة تماما، خلص المباراة تماما، وسجل الرابع لأن يذهب النصر لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا. قلت أن لا يمكن أن يكون النصر خارج البطولة، واحد من المرشحين سيكون. نعم، 4-2، خلص المباراة بدقائق، دقائق فقط، دقيقتين بين الهدف الثالث والرابع، واستطاع النصر أن يعود، استطاع أن يعود ويسجل. 4-2 ينهي المباراة تماما، لأن لم يتبقى إلا دقائق معدودة. وانطلاقة سريعة مرة أخرى، غريب يمر، غريب يبحث عن مرور، محاولة وتقدم إلى الأمام، تغطية موجودة عليه، قطعت الكرة من أمامه، وحكم المباراة يشير إلى مباراة غريبة، عجيبة، غريبة. طوال التسعين دقيقة، طوال التسعين دقيقة لم يكن فيها يعني حظ مع النصر لأن يسجل في مرمى شباب الأهلي. مع كل المحبة والتقدير لشباب الأهلي، قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة كبيرة، لكن التفوق نصراوي، تفوق للنصر مستحق، عطفا على استحواذ وسيطرة ووصول للمرمى وفرص وصافرة الصيني، هذا الصيني الذي لا تخسر معها الأندية السعودية. فومينغ أطلق صافرته وأنهى المباراة، لأن يتفوق النصر على شباب الأهلي ويقصي شباب الأهلي ويتأهل إلى مرحلة المجموعات بصعوبة كبيرة. ألف مبروك، ألف مبروك لكل العشاق والمحبين الذين حضروا في ملعب المباراة والذين تعبوا خلف الشاشات من 90 دقيقة، كانوا يترقبون وينتظرون بطل الليلة، بطل الليلة تاليسكا، أندرسون تاليسكا صاحب الهدف.